ومزيد من المتابعه حول اجواء فعاليه مبادره كتف في كتف ينضم الينا من محافظه الجيزه مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز. كريم، بعد التحيه ضعنا في اجواء فعاليه التحالف الوطني كتف في كتف. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام والشعب المصري بخير بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك. ربما يعني التحالف الوطني ها هو الآن بمبادرة كبيرة جدا، مبادرة كتف في كتف. هذه المبادرة التي تسعى في النهاية للتواطؤ المجتمعي، للتكاتف المجتمعي، بهدف التخفيف دائما من على كاهل المواطن المصري، خصوصا في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على العالم بشكل أجمع. وبالطبع مصر من ضمن هذه الدول التي تأثرت بالأزمات العالمية. ربما أنا هنا في محافظة الجيزة، حيث التحالف منذ صباح اليوم بدأ بالفعل في هذه العمليات الفعاليات الهامة جدا من توزيع السلات الغذائية على المواطنين الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا. ولكن اختيار المواطنين أو العائلات الأولى بالرعاية والأكثر احتياج لا يكون عشوائيا، ولكن تكون بدراسات اجتماعية ودراسات مجتمعية من التحالف الوطني والمؤسسات الخيرية والجمعيات الخيرية التي شاركت جميعها داخل التحالف الوطني، أكثر من 30 مؤسسة وجمعية خيرية داخل هذا التحالف. يعني منذ صباح اليوم بدأ المواطنون الأولى بالرعاية بالتوافد على هذا المكان ليتسلموا هذه السلات الغذائية. هذه السلات الغذائية ربما من خلفي يتم توزيعها بالفعل على المواطنين، ولكن ربما المختلف هذه المرة هو أن يكون هذا بنظام إلكتروني، يتم تسجيل بعد أن قاموا بهذا البحث الاجتماعي في الشؤون الاجتماعية حول المواطنين، يقوموا بتسجيل العائلات الأولى بالرعاية، ويتم تسليم كارت صغير بالمعلومات الخاصة بالمواطنين الأولى بالرعاية ليأتوا ليتسلموا هذه السلات الغذائية. ولكن ما أهمية هذه السلات الغذائية أو ما محتوياتها من التي يعني يتم تسليمها للمواطنين؟ سنلقي نظرة الآن داخل هذه السلة الغذائية. ربما هي سلة من الاحتياجات الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل عام، وبعض مستلزمات أيضا شهر رمضان المبارك. بدأنا الآن بفتح هذه السلة الغذائية، وهذه مثال عن محاولة لتوزيع ما يقرب من 20,000 إلى 25,000 سلة غذائية في هذا اليوم فقط. إذا بدأنا ربما من الحاجات الأساسية في شهر رمضان المبارك مثل التمور على سبيل المثال، هذه علبة للتمور على سبيل المثال. هناك أيضا يعني أرز داخل هذه السلة الغذائية، هناك أيضا صلصة، هناك أيضا يعني ربما أنا أبحث داخل هذه السلة، يعني على سبيل المثال الأرز هو 2 كيسان مختلفان من الأرز، أن هناك أكثر من 10 منتجات أو 12 منتجا مختلفا داخل هذه السلة الغذائية. أيضا من الأشياء الأساسية ربما هي يعني الزيوت والسمنة، لذلك هناك علبة أيضا للسمنة، هناك أيضا ها هي الفاصوليا البيضاء، هناك أيضا أنواع مختلفة من المكرونة على سبيل المثال، هناك أيضا شاي، وهناك أيضا ربما الأهم أيضا في هذه الأيام هو السكر، خصوصا في ظل شهر رمضان المبارك الذي يحتاج لهذه المواد السكرية ربما للعصائر وغيرها، لذلك هي هامة جدا للمواطن المصري. هذه يعني ربما نظرة عامة داخل هذه السلة الغذائية، ولكن أيضا هناك ملح أيضا داخل السلة الغذائية، عدس داخل السلة الغذائية، أيضا هناك فول. إذن 12 منتجا مختلفا داخل، يصل تقريبا وزن هذه السلة الغذائية إلى من 12 إلى 15 كيلو تقريبا هو وزن هذه السلة الغذائية، وأيضا هناك شعرية. إذن العديد من المنتجات، يعني هذه سلة تقريبا متكاملة، من المفترض أن تكفي يعني المواطن أو مواطنين في شهر تقريبا، يمكن لنفس المواطن داخل نفس العائلة أن يتسلم سلة غذائية، ربما يعني الأب الأم إذا تكونت العائلة من 4 أفراد
افراد ممكن يحصلوا على اربع سلات غذائيه مختلفه، لذلك يعني اشياء متنوعه داخل السله. ولكن الاهم من الاشياء الغذائيه داخل السله بالنسبه للمواطنين عندما تحدثنا معهم هو الهدف الاسمى من هذه الحمله، الهدف الاسمى هو التكاتف المجتمعي. احد المواطنين قال ان أهم شيء شعر به خلال هذه الحملة هو التكاتف بين مواطني الشعب المصري، وأيضا وجه الشكر للقائمين على التحالف الوطني ولرئيس الجمهورية على هذه المبادرة التي يعني هدفها الأساسي هو التخفيف عن كاهل المواطن المصري. بالتأكيد يا كريم، أشكرك جزيل الشكر، بالتأكيد هدف أسمى لكتف كتف. أشكرك جزيل الشكر كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا من محافظة الجيزة لمتابعة فعاليات مبادرة كتف كتف. Yeah.